لكن في البداية النهاردة الذكرى ال14 لرحيل أفضل وأعظم وأحسن مدير كرة جه في تاريخ الكرة المصرية، كابتن ثابت البطل. كابتن ثابت البطل اللي اتعلمنا منه حب وقيم ومبادئ النادي الأهلي، اتعلمنا منه المسؤولية داخل النادي الأهلي. كابتن ثابت البطل رحمة الله عليه، أول عقد لي أنا شخصيا وأنا بعمله مع النادي الأهلي لما مضيت على بياض، بعدها بثلاث أسابيع بنتكلم عن القيمة المالية في العقد. فعلا لما بصيت على العقد بتاعي لقيت اللي أنا اتفقت معاه مع كابتن ثابت هو نفسه اللي موجود في العقد بتاعي. ده يبين لي إن المسؤول داخل النادي الأهلي لما بيقول كلمة تبقى بمثابة عقد، وده اللي أنا اتعلمته شخصيا من الكابتن ثابت البطل. في آخر أيامه كان تعبان، وكنا في مباراة أهلي وزمالك، وقبل ما يتوفى بيومين كان تعبان جدا. كلنا اتجمعنا حواليك كلاعيبة قلنا له يا كابتن ثابت لازم تريح، ظروفك الصحية وأنت تعبان. قال أنا لو ريحت في البيت هتعب أكتر، طول ما أنا موجود داخل النادي الأهلي أنا كده مرتاح. رحم الله كابتن ثابت البطل، عاش بطلا وكان ثابتا دائما على مواقفه. ثابت البطل، عاش ثابتا ومات بطلا. ثابت البطل رامي وامسك الكوره، لا ثابت زي البطل. برافو يا ثابت، يطير ثابت يطلعها بره الملعب. الراحل الحاضر بذكراه ثابت البطل، أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ النادي الأهلي والمنتخب الوطني والكرة المصرية، وأحد أبرز رموز القلعة الحمراء الذي حفر اسمه بحروف من ذهب في قلوب الأهلوية. هيخش شيشيني ارتبط اسم البطل دائما بالبطولات والإنجازات المحلية والإفريقية، لاعبا ومديرا للكرة بالأهلي، حتى لقي ربه صباح يوم 14 من فبراير عام 2005 بعد صراع طويل مع المرض، وأصبح مثالا للتفاني والإخلاص وحب الأهلي. ولد ثابت البطل في 16 من سبتمبر عام 53 بمدينة الحوامدية جنوب الجيزة، وبدأ مشواره الكروي في نادي سكر الحوامدية كجناح أيسر قبل اكتشاف موهبته وقدراته في حراسة المرمى، حيث وقعت عليه أعين عبد الوقال مكتشف النجوم للقلعة الحمراء لينتقل إلى الأهلي عام 72، وطوال 16 عاما قضاها البطل حارسا أمينا للنادي الأهلي، حقق معه 25 بطولة وأعلن اعتزاله الملاعب في ختام موسم 90-91. ثابت البطل كان معجزة، معجزة في الرجولة، معجزة في الإخلاص، معجزة في العطاء، معجزة في الحب. لقد كان أخي رحمه الله وزاد في هذه الأيام مدى معرفة الناس بوجود ثابت البطل أو غيابه في كلا الحالتين. إن ثابت البطل لم يغب عن أذهاننا وعن قلوبنا. اختتم ثابت البطل حياته كأروع ما يكون بعد أن شهد انتصار الأهلي على الزمالك، وقبل رحيله بساعات بثلاثية نظيفة سجل محمد أبو تريكة منها هدفين وعماد متعب هدف، وأصر البطل على مشاهدة اللقاء من أرض الملعب في مكانه على دكة بدلاء الفريق باستاد الكلية الحربية، برغم تدهور حالته الصحية من منطلق عشقه الشديد للقلعة الحمراء. أنا بشكر كل من قادة النادي الأهلي، وبشكر النادي الأهلي على وقوفه بعد وفاة ثابت البطل مع حارسه ومع مدير كرته. فثابت عاش بطلا ومات بطلا ولم يمت في نفوسنا إلى أبد الآبدين حتى نلقاه. رحم الله ثابت البطل
وجعل مثواه الجنة ورحم والدينا. في مشهد مهيب ودع الآلاف من جماهير الكرة المصرية والمسؤولين جثمان الراحل إلى مثواه الأخير في مدينة الحوامدية مسقط رأسه. كابتن ثابت البطل رحلة طويلة من العطاء داخل النادي الأهلي وهو لاعب وهو إداري، ودايما سيظل في قلوب الأهلاوية بالرغم من مرور 14 سنة، لأنه كان ثابت دايما على مواقفه ومبادئه اللي تربى عليها داخل النادي الأهلي. ربنا يرحمه كابتن ثابت البطل.